طبعا احنا متعودين ان الرياضه جزء كبير من فعاليات مهرجان العالمين في دورته الحاليه، عشان كده انت لو شايف نفسك لعيب مهاري وحريف تعالى بقى ورينا مهارتك دي في مسابقات مختلفه لاكتشاف مواهب الكوره في العالمين، واللي هتبدا يوم الجمعه 9 اغسطس على ملعب سكور جراس في العالمين. تعالوا نعرف تفاصيل اكتر عن الفعاليات الرياضيه مع المهندس كريم اسماعيل، واللي ممكن يحكي لنا اكتر عن الفعاليات الرياضيه والمسابقه دي بالتحديد اللي هي يوم 9 اغسطس، اللي في الحقيقه هتضم وهتكتشف العديد من المواهب اللي عايزه حد يكتشفها وحد يشوفها بعين بقى واسعه اكتر، والمهرجان يعرضها للناس اكتر. المهندس كريم اسماعيل معانا دلوقتي، رئيس مجلس اداره شركه سكور جراس. مساء الخير عليك. مساء النور يا فندم. يعني في البدايه عايزين نعرف تفاصيل المسابقه اكتر. طبعا انا بحيي القناه الاولى وبحيي من خلالكم الشركه المتحده لفلسفه مهرجان العالمين للموسم الثاني وابراز الصناعه الرياضيه والاستثمار الرياضي الحقيقي. مفهوم مهرجان السنه دي مختلف بشكل كبير جدا، على ان احنا بنعمل العاب وترفيهيات مختلفه جدا على ملاعبنا في مهرجان العالمين السنه دي. عملنا اكثر من حدث وحضراتكم غطيتوه، كل القنوات غطيته ولقى احسان المواطنين بشكل كبير جدا. احنا يعني ان شاء الله عاملين لعبه اللي هي مهاري وحريف، يعني تعالى النهارده نقدر نشوف لعبه مختلفه تبقى واحد ضد واحد بيلعبوا مع بعض ويشوف المهارات ويقدر يسجل نقطه، وعاملين مسابقات وجوائز اللي يقدر يجيب عدد نقاط اكتر، اللي في جائزه اولى 7000 جنيه وجائزه ثانيه 5000 جنيه وجائزه ثالثه 3000 جنيه. الاعمار ايه يا فندم يعني اللي بتشترك في المسابقه؟ هل الاعمار مفتوحه ولا في اعمار معينه؟ لا، اعمار المهارات اعمار مفتوحه جدا، مش ما عندناش سن معين. عاملين كل الحدث ده مفتوح، ما فيش مشكله في السن فيه خالص. هي المهاره تبقى زي ما قلت، هو بيعتمد على المهاره. بيلعب في نص الملعب، في نص ملعب واحد مش الملعب كله، بيبقى واحد ضد واحد وبيقدر ايه يسجل اهداف. لو سجل بنسجل، بيبقى في حكم متخصص وبنقدر نديله نقاط ونقدر نحسب له مين هو ياخد الجائزه رقم واحد او اثنين او ثلاثه. والحريف كمان؟ والحريف طبعا نفس الكلام. احنا قررنا ده حدث للمره الثانيه، وده طلب كتير جدا من الشباب، لان كان عليه اقبال كبير جدا. ثاني اسبوع عملناه، في اول اسبوع عملنا وثاني اسبوع للمهارات والحريف واحد ضد واحد واسرع لعيب، وعملنا احداث مهمه جدا. فقررناها المره دي على مستوى اعلى، فيها جوائز، زودنا قيمه الجوائز فيها عشان تقدر تلبي كل الطلبات اللي الناس محتاجاها. طيب وجهه نظرك ايه اللي بيميز الجيل ده، وخصوصا يعني انه او خصوصيه كل واحد فيهم؟ خليني اقول انه الجيل الجديد عامه مبهور جدا بفكره محمد صلاح، وكله النهارده بقت فكره العالميه بالنسبه له، انا اعرف اعمل ده، انا عايز اعمل ده، بقى عندهم الطموح ده. ايه اللي مميز الجيل الجديد خليني اقول في لعبه الكوره بالتحديد؟ طبعا انا بحييكي على السؤال ده، لان هو ده المقصود من الافكار الجديده دي. من اول مره في مصر نلاقي حاجه اسمها واحد ضد واحد وامهر لعيب واحرف لعيب واسرع لعيب وبطولات خماسي. حضرتك العالم كله بيتكلم في صناعه الرياضه، مش دوري ممتاز او دوري بس بنتفرج عليه طول الموسم في الشتاء فقط. فتره الصيف في العالم كله، يعني حضرتك احنا شفنا مثلا لعيب زي نيمار عمل بطوله الخماسي، دي تقريبا النسخه الخامسه منها، ودخل فيها سبونسر بملايين الدولارات وعملت رواج رهيب جدا. اتعمل ثلاث نسخ منها في البرازيل وفي امريكا وواحده في الدوحه، وعملت شغل مهم جدا، بتطلع صناعه لعيبه محترفه كتير على ملاعب الخماسي فقط، مش المفهوم بتاع الدوري والبطولات. عشان كده انت بتسالي السؤال، يعني في فلسفه معينه. الجيل ده محتاج تجديد، محتاج حداثه، محتاج تطوير في الفكر. النهارده مش هو الفكر ان هو يتفرج على ماتش كوره فقط لغيره ومحبينه. محمد صلاح زي ما حضرتك بتتكلمي، محمد صلاح ده محتاجين نقف كتير جدا عنده، دي صناعه واستثمار رياضي حقيقي. اما شخص واحد بيأدي سمعه مهوله لمصر، وبتنزل في اي بلد في العالم، انا سافرت اكثر من 40 دوله في العالم، من اهم الاشياء تسمعيها على طول
مو صلاح، محمد صلاح ومصر وايجيبت، وكمان بيدي فلسفه وطموح للشباب اللي زي دي انه 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 يقدر يعمل، يعني من قريه مصريه يقدر يوصل للعالميه، من احسن 3 لعيبه في العالم ومن احسن 5 لعيبه في العالم، وحاجه يعني مفخره لمصر بصراحه، وصناعه بطل وصناعه اولمبيات وحاجات كتيره جدا مهمه في مفهوم الرياضه. عشان كده كانت لما بدات معاك اللقاء بقول لحضرتك ان المتحده لما عملنا معاها شراكه في منطقه الترفيهيه في مهرجان العالمين والشعار عالم عالمين، وفي المنطقه الساحره دي اللي كانت مدينه الغام واصبحت مدينه عالميه ترفيهيه فيها بنيه عمرانيه حديثه بتدي رساله لمصر ان مصر قادره تعمل حاجات كتير جدا، وفي وقت قصير 4 سنين تلاقي مدينه عالميه بالشكل ده على البحر المتوسط بالاستثمارات الضخمه دي، عملنا فيها الترفيه وعملنا فيها الرياضه بشكل حديث ومتطور. حضرتك ملعب الكوره اللي عاملينه ملعب ذكي، مش ملعب صناعي طبيعي، ملعب لا فيه ارضيه مختلفه زي الهايبرد، عاملين فيها ماده حديثه مستدامه، نقدر اللعيبه مش 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 عارفه تفرق ان ده ملعب ارتفيشال جراس ولا ملعب صناعي، عاملين فيه تطور رهيب، قادرين نعمل يعني بكره عندنا فريق الساق الواحد بيلعب عليه على الملاعب كمان، يعني ممكن اديك مفاجاه وحصري، عاملين حاجه ياريت. مهمه جدا يعني اخر اسبوع في المهرجان عاملين بطوله كبيره جدا افريقيا في العالمين، كل البعثات الدبلوماسيه اللي في مصر هتلعب على ارض العالمين وتوصل رساله من افريقيا من قلب العالمين للعالم كله لكل البعثات الدبلوماسيه والدبلوماسيه الرياضيه، كل البعثات الدبلوماسيه الافريقيه اللي موجوده في مصر. ان شاء الله ان شاء الله، يعني اول ما عرضنا عليهم يعني رحبوا جدا، وبن ان شاء الله بنعمل حدث مهم جدا فيها، وعندنا احداث تقريبا شبه يوميا على المنطقه الترفيهيه والملاعب الرياضيه يوميا، وكل ويك اند حدث اضخم من اللي قبله، وعندنا اقبال رهيب جدا بشكل، والناس مبسوطه، يعني الميزه في الباء انك بتشوفي في وجوه الناس ابتسامه ورضا، ويعني مش مجرد انهم بيشوفوا مدينه في التلفزيون وبيشوفوا ويقولوا بلدنا ازاي ما تبقاش كده، لا بلدنا زي اي بلد في العالم بل احسن. كل الناس المهمه في العالم بتيجي مصر، وكل الناس القادره بتيجي، وكل الناس الغير قادره موجوده، الشباب موجودين، البنات موجودين، كل فئات المجتمع موجوده، عندنا شواطئ مجانيه، عندنا موضوع بصراحه يعني موضوع فيه فلسفه وفيه يعني شيء مهم جدا، بيقول ان مصر الحمد لله فيها امن وامان بشكل كبير، وفيها استثمار سياحي، وفيها استثمار عمراني، واستثمار رياضي، واستثمار وصناعه رياضيه، يعني المنتجات اللي احنا عاملينها دي صناعه وطنيه 100%، منتجات الجيل الصناعي دي احنا بنصدرها ل 32 دوله في العالم من مصر. يعني اشياء مهمه جدا بصراحه. انتوا كشركه سكور جراس الجاي معاكم ايه؟ انا حاسه ان انتوا بيوند فكره او ما وراء فكره بس الملاعب والنجيله المختلفه والملاعب المختلفه، انا حاسه ان انتوا كمان في دعم كبير من عندكم للشباب الجديد، عايزه اعرف اللي جاي من سكور جراس ايه؟ يعني احنا دي يعني كاداره احنا مصممين ان احنا مش مجرد ننتج منتج فقط وان احنا بنبيع منتج وخلاص. اولا احنا من اول ما عملنا الصناعه دي اهتمينا بالبحث والتطوير، عندنا اكثر من 40 منتج في رياضات مختلفه، احنا الوحيدين اللي بننتج ملاعب البادل بنصدرها لاسبانيا اللي هي اهم بلد بتلعب اللعبه دي، عاملين ملاعب بادل كمان في العالمين في المنطقه الترفيهيه، بنعمل منتجات لللاندسكيب للتنميه العمرانيه والسياحيه، بنعمل ملاعب كره القدم الذكيه الحديثه المتطوره، مش اكتفينا بان احنا نصنع منتج فقط. قلنا لا احنا محتاجين كمان يعني نقول للشباب ان احنا معاك، يعني احنا عندنا في الحمد لله في المصنع فلسفه مهمه جدا، عندنا مدرسه فنيه بتعلم الشباب المصري الصناعه الرياضيه دي، مفهوم الصناعه الرياضيه انا بشكرك جدا لان كنا دايما بنسمع عنه في اللقاءات والبرامج الرياضيه بس كلمتين وبنسكت، والمهم اللاعب ده اتباع لفين والكلام بس مش اكتر من كده، انما الصناعه الرياضيه مفهومها كبير جدا والاستثمار الرياضي مفهومه كبير جدا، فبالتالي احنا بدانا نظهر للشباب زي ما قلت لحضرتك ونعمل له ملاعب تحاكي الطبيعي بشكل كبير جدا، وبدا يشوفها وبدا يمارسها. كمان اللي انا عايز اقوله لحضرتك المجرد مش منتج وخلاص، يعني النهارده الشباب لما اجي اكلمك على فرص عمل، ملاعب البادل وملاعب كره القدم الخماسي اللي انتشرت في مصر بشكل كبير جدا وكلنا شايفينها مرأى العين، ده نوع من انواع الاستثمار او المشروعات الصغيره المربحه والسريعه جدا، واحسن من حاجات كتير جدا ومشاريع ثانيه، الملاعب بتتأجر بالساعه،
عدد الساعات لو حسبناها وعملنا دراسه جدوى سريعه في الدقيقه هتلاقي بتجيب تكلفه المشروع في اقل من 6 شهور. فبالتالي ده كمان مشروع بيخشوا فيه مع بعض 4 5 شباب. دي ندوه كمان لصناعه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وان نغير فكر الشباب عن ان هو يستنى وظيفه معينه، لا ده هو مبتكر وبيقدر يعمل ميني كلاب، يعمل ملاعب بدل في مكان، بيخش ياخد حق انتفاع في الانديه هو يستثمر فيها، مناطق ترفيهيه في الفنادق، في اشياء كثيره جدا. فاحنا مهتمين، عشان كده احنا عملنا في مهرجان العالمين السنه دي ان احنا نقدم لهم، مش بنبيع منتج، يعني احنا مش بنتكلم على المنتج الحمد لله ده موضوع ثاني، لا احنا بنقول له النهارده تعالى احنا بنعمل لك افكار، بنودي مهاراتك، الناس بتشوف. يعني بشكركم شكر جزيل، غطاء يعني تغطيه اعلاميه رهيبه جدا منكم، مشكورين. احنا عشان كده دايما بنتكلم على مهرجان العالمين ان هو مهرجان مهم جدا للاسره المصريه. النهارده اي مش بس هقول اب وام، على فكره عايزين ولادهم ان هم يقضوا وقت ممتع ومن غير الموبايلات والقعده والكسل، وانه ما نعملش حاجه مفيده. النهارده في حاجات الشباب يقدروا ان هم يروحوا ويعملوها، وعلى فكره شباب كبير كمان بيحب ان هو لما يروح مصيف يا اما يلعب رياضه يا اما يشارك في فعاليات فيها فكره فيها منافسة. الناس بتحب ده والشباب الصغير بيحبوا ده، ومهرجان العالمين ضامم العيلة المصرية كلها وقادر ان هو يقدم لهم الفعاليات دي، بيختلف بقى الفعاليات الرياضية حتى ان جواها كمان فعاليات مختلفة، والاهتمام بالتفاصيل حتى يعني دايما بنقول الاوت سورسنج اللي هم بيعملوه للشركات المختلفة عشان كل حاجة تطلع في مكانها مظبوطة، هو ده اللي ميز مهرجان العالمين وخلاه من نسخته الثانيه مهرجان قادر ينافس مهرجانات عالميه. المهندس كريم اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه سكور جراس، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله المهمه جدا دي.